لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثة، وجي معادنا مع وان تاتش مع الصديق العزيز المتألق العبقري بتاعنا الجينيوس بتاعنا كابتن عمر عبد الله. كابتن عمر اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا ابراهيم. جاهز؟ انا بتكسف لما تقول جينيوس بتحرج. لا ليه ما تتحرجش؟ ده حقك. عندنا الجينيوس، عندنا ملوك التحليل، ايوه، وعندنا ملك الارقام والاحصائيات، فاحنا عندنا التركيبه كلها. شركه جمهور الثالثه المحدوده لتقديم لتقديم الكوره بالظبط كده. احنا كلنا في قلب بعضين، من يعمل الالقاب بفلوس؟ ماشي يا سلطان. انت تستاهل كل خير. وان تاتش مع الصديق العزيز عمر عبد الله. طب خلينا ايه؟ الاهلي وسموحه اكيد، وبشكر الزميل محمد عمارة اللي اتاح لي الفرصه دي النهارده. صراحه خليك تشتغل الشغل المحلي. الاهلي وسموحه النهارده واحده من امتع المباريات اللي الاهلي قدمها، تفوق كبير جدا. على الناحيه الثانيه حاله سموحه ما كانتش بالحاله اللي الناس متوقعاها، فريق قدم اداء كبير. هو المباراه اللي فاتت برده مع الاسماعيلي ما كانش على نفس المستوى، وكانت برضه هزيمه بثلاثيه، لكن قبليها كان مباراه مع بيراميدز كانت حديث الكل وكسب 3-0. لكن في النهايه الاهلي قدم مباراه قويه فيها نوع من انواع الاستثاره، يعني في غضب من اللي حصل في اخر مباراه فتظهر في الملعب. بس خلينا في عجاله نتكلم على ان الاهلي بنى خطته بناء على سموحه. سموحه من الفرق اللي عندها رباعي امامي قوي جدا في التحولات الهجوميه وفي السرعه في المساحات اللي خط الظهر، اللي هو سواء كان عبد الكبير الوادي او مصطفى فتحي او ديريك او احمد عبد القادر. فكانت خطه موسيماني كلها هي وقت الهجمه من منبعها. خلاص وقف الهجمه هنا، اضغط من قدام، هات الكوره، عشان لو اديته الفرصه هيبقى فيه مشكله. وده اللي نجح فيه النادي الاهلي بصراحه، واتبنت خطوره النادي الاهلي على عمودين هنشير اليهم معانا، وهم عمرو سوليه وطبعا محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه قدم مباراه رائعه بكل المقاييس، وهنشوف في الحالات اللي معانا ان ما في كوره خطره للاهلي الا وقفشه بصم. والله كل الكرات اللي بصم عليها قفشه فيها خطوره في الاخر. لكن خلينا نشوف بسرعه ازاي الاهلي بيعمل ما يسمى بالكاونتر بريشر او الضغط المضاد في نص الملعب. دي هجمه في بدايه المباراه في الدقيقه 6 مع طاهر محمد طاهر، بدايتها اصلا الكره كانت مع سموحه. ضغط النادي الاهلي من بدايه الهجمه اهو، بص الاهلي ضغط، خد الكره من رباعي سموحه واتلعبت في ظهر خط ظهر سموحه اللي طاهر محمد طاهر اللي انفرد وحطها وتصدى ليها الهاني سليمان. وبرده التمريره بالمناسبه هنا من قفشه، كان قفشه هنروح له لوحده تاني. كوره تانيه نفس القصه، الكوره كانت مع سموحه، ضغط حمدي فتحي وجاب الكوره، فضلت الكوره بعد ما كانت مع سموحه فضلت للنادي الاهلي. قفشه برده ودوره الموجود مع النادي الاهلي فضلت عمليه تدوير الكوره، تحرك بدون كوره لحد ما وصلت، بيطلع تاني سموحه. بص الاهلي بيضغط منين؟ أيوة. تاني نفس المنظر ده هو اللي كان في اول الهجمه. على فكره حمدي فتحي طلع جاب من فوق، وتمريره من عمرو السوليه لعلي معلول حطها محمد شريف بدماغه. الهجمه دي لو جبناها من الاول في اللقطتين الكوره عاليه، يطلع حمدي فتحي من هنا على طول ما يستناش، يطلع يجيب من هنا على طول. وفي اخر الهجمه لو كملناها هتلاقي برده بعد ما اتطفشت او حاول دفاع سموحه ان هو يشيلها، نفس القصه، الوقفه بتاعت لعيبه الاهلي في التلت الهجومي لفريقه او للتلت الدفاعي لسموحه، هو ان سموحه ما الكره ما تطبش في نص ملعبه، ما تديهمش الفرصه. بص بيطلع تاني، مين طالع من فوق على طول حمد. مباشره تاني هو نفس المنظر. بيفرق قوي كمان مع لعيب الوسط لما بيخلص المباراه وبيبقى عارف انه في الالتحامات الهوائيه كان هو احسن. طبعا تفرق. طبعا، لان ده واحد من اول من اهم ادواره انك تجيب الكره من هنا، تعمل السكرين على خط دفاعك. نشوف الهجمه اللي بعديها نفس القصه، هتلاقي ان الكره مع الاهلي على طول ضغط النادي الاهلي، وبتتلعب الكره مرتده من 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 حسين الشحات، الكره بتتمرر لمحمد شريف، بس محمد شريف عاده يعني بس هي طولت منه في عاده بيعرف يفنش الكره دي. كل هجمات النادي الاهلي او كل خطوره النادي الاهلي اللي بنى عليها موسيماني كانت في حته انت ازاي تجيب ده الهدف الاولاني للنادي الاهلي. وده هنا عمرو السوليه بصراحه، لان عمرو السوليه له دور مهم جدا في الثلاث اهداف الاهداف اللي احنا هنشوفهم مع بعض. دي التمريره من عمرو السوليه البنتريشن باس اللي هو اللي كسر كل خطوط سموحه، واتلعبت الوان تو ما بين محمد شريف وطاهر محمد طاهر، وقدر ان هو يحطها في ثنائيات الثلاثيات كانت كتيره النهارده في الملعب الاهلي. يعني الاهلي كان فيه بيلعب 1 2 1 3 كتير، وده له سبب. السبب ان الفريق قريب من بعضه، الفريق مش بعيد، المساحات مش بعيده، هتلاقي دايما دي التمريره دي اللي ده البنتريشن باص. بص الاثنين المهاجمين قريبين من بعض جدا، الباص اللي كسر خطين في سموحه واتلعبت على طول من لمسه واحده جوه ال 18 او من وان تاتش جوه ال 18 هما الاثنين، وانفرد
محمد شريف وحطها في الدقيقه برضو فيها يعني شويه من الهانيه، كان المفروض يبقى في تمركز احسن من كده. لكن نفس القصه، بص هنا بقى بعد الجون على طول مباشره الكره مع سموحه في الدقيقه 41، باص عمرو السوليه بيقطع على طول، عمرو السوليه بيقطع، الكره بتتلعب لعلي معلول، الكره العرضيه حسين الشحات. لاحظ ان الجون الثاني الكره اصلا مع سموحه، ايوه الاهلي جاب من هناك. طب الجون الثالث الكره اهو، ده السنطره بتاعت الجون الثاني على طول، الكره بتتلعب دي سنطره الثالث، الثالث مين اللي قطع؟ عمرو السوليه، الكاونتر بريشر في الجوه 18 ضربه جزاء على طول من هنا من وانت عندك. والجميل ان بعد الجون الاول والثاني انا ما هبطتش، ما سبتوش سنتر لا 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 لا، انا جبت الاولاني ضغطت من قدام جبت الثاني، ضغطت من قدام جبت الثالث، لسه استغليت الحاله بتاعت سموحه في ان هو مش قادر يتدارك الامور، وان انا اضغط بالحاله اللي قالها لي المدير الفني بتاعي بالظبط. لسه تعليمات المدير الفني في دماغي، ما هبطش. عاده اخطر دقايق ما بعد الهدف هنا وهنا، ان انت ممكن فرقه تستقبل هدف التعادل بسرعه، او فرقه تجيب الهدف الثاني او الثالث بسرعه، وده اللي حصل بالظبط. فانت هتبص تلاقي الهدف الثاني والثالث الكره اصلا مع سموحه، لكن الضغط اللي عمله والقرايه اللي عملها موسيماني لفريق سموحه، وانه فريق لو استحوذ على الكره هيقلب الملعب الناحيه الثانيه، هتبقى نفس القصه وهتبقى نفس المشكله. فبالتالي انا اضغط عليه من قدام، الاثنين لاعبي الوسط بتوعي يعملوا دورهم بشكل كبير جدا. عمرو السوليه انا بشوف ان اتبروز دوره في ثلاث اهداف، قطع الكره في كورتين ولعب البنتريشن باس في الجون الثالث، فبالتالي كان دور مهم جدا لعمرو السوليه. والحمدي فتحي اللي قطع اكتر من كوره في الحته الاماميه دي وفقا لتعليمات المدير الفني لوقت هجمات سموحه من منبعها قبل ما توصل لمرحله الخطوره. فالاهلي كان خلص الماتش في 5 دقائق، خلاص هم الخمس دقايق 40 الدقيقه 45، لكن في يعني هو ما سرقش الماتش، هو خلص الماتش. خلص الماتش. تعبير دقيق جدا، هو خلص الماتش ما سرقوش، لان ممكن حد يقول لك 3 دقايق الفريق اتسرق، لا هو كانت الامور كده وفضلت لحد النهايه. هو مضيع من الاول وبيلعب على نفس القصه وبيلعب في ظهر مدافعين سموحه على طول، حتى لو كملنا في الشوط الثاني وهو الاهلي كسبان هتلاقي برضو الضغط زي ما هو نفس الضغط نفس القصه. حمدي فتحي ضغط، وصلت لطاهر محمد طاهر، الهجمه في الاصل كانت ايه؟ الاصل في الهجمه في الاصل حد ما وصل حمدي فتحي هو جون في العارضه، الكوره حلوه برضه نفس الفكره، الوان تو والكومباكت كله قريب صح، كله قريب، مجرد ما الراجل استلم حمدي فتحي ضغط طاهر خد على طول، بقى هنا 1 2 3 4 كلهم قريبين من بعض، كلهم قريبين، مفيش لعيب بعيد. ففي لحظه هتلاقي نفسك ان انت وصلت. الجن برضه قفشه، جن ده قفشه له جن. قفشه له معانا كليب صغير كده، لان تحركاته قفشه في الروقان. لا هو لعيب في الروقان بيلعب كوره تحس انها عامله زي ايه، عارف فنجان القهوه لما تحطه كده على النار فيبقى يطلع هادي كده وبتاع، فيطلع بوش ادي حقيقه ويسلطن. هو قفشه كده لما الدماغ تبقى يعني مركزه، هو كل ما يعني ما فيش كوره خطيره للاهلي ما كانش باصي فيها، وما فيش كوره هو استلمها ما فيهاش خطوره بصراحه. ومكمل كده لحد الدقيقه كام يعني، ده الهدف الرابع. بص هنا بقى يعني، بس لما نوصل يعني نفس القصه، تقلع الكوره برضه. بالظبط، تقلع الكوره برضه. وتحرك رائع من محمد شريف. محمد شريف طول الهجمه واقف، طول الهجمه واقف يعني ثانيه واحده نوقف هنا كده. محمد شريف هو طلب 1 2 3 وهو لوحده جوه 18، بالك سموحه عدده كمان اكتر، المفروض انه بتتكلم 7 لعيبه اهو، ده المفروض ان فتح ان شريف متراقب ومتامن باثنين، ده المفروض. لكن بص ذكاء المهاجم وهو جوه ال 18، فضلت الهجمه مكمله وهو واقف، هو ما بيقول كل ده ما بيتحركش، كل ده ما بيطلبش الكوره. بص برضو قفشه بيسرق نفسه فين؟ بيسرق نفسه في المساحه. لو تفتكر لو اتكلمنا على فكره البصه ازاي بيرفع عينه، نرجع بس يا جماعه، نرجع الكره مع علي معلول، نرجع الكره مع علي معلول كمان 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 وقفشه وهو بص اهي، ده بيعمل عمليه سكان للمكان اللي حواليه، بص حواليه هو هنا، بص الكره هنا وزميله والجون هنا، بس هو بيبص فين؟ اقرب واحد ليا فين؟ وده خلاه يعمل حاجه مهمه جدا في الكره دي تحديدا. ايه هي؟ لما المسافه عرف ان اللي على فكره الكلام ده مهم جدا في الكوره، لان الكوره عباره عن قرار. لما عرف ان المسافه حواليه تسمح له مشي بقى الكوره على طول، خد حاجتين هم اساس الدفاع وهم الحرمان من الزمن والمساحه، خد زمن ومساحه انه ما يلعبش الوان تو من لمسه واحده. ايوه وقف لحد ما علي معلول راح له وحطها. كل ده عشان عمليه الاسكان اللي هو عملها. الحاجات دي مش سهله، مش بسيطه. لو تفتكر كنا عملناها على عبد الله السعيد لما كان مع فكره ازاي بترفع عينك، اسلوب موشن بقى يا جماعه بقى، يعني ما خليكم معانا الله يبارك لكم. هي دي اللي انت بتتكلم بالظبط، تؤلف ان هو يطلع الكوره بالبلدي كده مشفيه، روح هات جول. كان ممكن يعملها لو هو مش حاسس اللي حواليه، مش حاسس المساحه اللي حواليه، كان ممكن بمنتهى البساطه يلعبها وان تو، لان هو فاكر حد في ظهره. فالكوره بدل ما هتبقى في العمق هتبقى على الطرف،
صحيح هتبقى خطيره بس الخطوره هتقل. القطعه برضو مميزه من علي معلول لانه رابط معاه ومحمد شريف على طول. محمد شريف بقى اللي كنت بتكلم عليه اصلا قبل ما تلفت نظرنا. بص بدا يتحرك امتى؟ لما الكره بقت في الخطوره في منطقه الخطوره. كل اللي فات ده هو كان ثابت. خد الخطوه. نكمل بقى ونشوف نركز على محمد شريف. راح فتح لنفسه المساحه. وطبعا انا يعني اسف على اللفظ ده. ما ينفعش المدافع يبقى يطارد الكره بس. ما ينفعش لان في مهاجم هو اخطر من الكره. الكره لوحدها مش تخش جون. لكن المهاجم انا لازم تبقى عيني على المهاجم وعلى الكوره. الدفاع المدافع عيني على المهاجم وعلى الكوره. لكن انا عشان عيني على الكوره بس محمد شريف سرقني وحطها بمنتهى السهوله رغم ان هو واحد في وسط ثلاثه. فكان في سوء تمركز وسرحان برضو من لعيب سموحه. لكن في النهايه هي هجمه شبه مثاليه للاهلي. اتعمل فيها كل حاجه بناء على العمودين اللي الاهلي بنى عليهم خطته. وهي ازاي اضغط على سموحه واوقد هجماته من البدايه عشان اشكل الخطوره دي. بالاضافه لقفشه اللي احنا اتكلمنا عليه كتير والمفروض ان هو له معانا. لو دخلنا على الفيديو بتاع قفشه مباشره هنلاقي ان قفشه عند بص هنا التمريره. الجميل بقى في ثانيه واحده عشان اشرح قبل ما الجميل في ثانيه واحده يا جماعه. الجميل في قفشه لما بيسلمك الكوره ما بيقفش يتفرج عليك. هو بيسلمك الكوره ويجي يديك حل وانت كلاعب ليك كل الاختيار يا تستغل الحل ده يا تلعب انت. فنشوف قفشه نزل هنا استلم ادى الحل لخط الدفاع تمام. خد الكوره استلم في نص الملعب سلم على طول لطاهر قرب له تاني اداله الحل لعب. بص هنا النظره بس على طول التمريره اللي بيسموها الكاسره للخطوط دي. بص اختصر بالظبط اختصر قد ايه. دي تمريره الاختراق. ودي واحده من الكرات الخطيره جدا للنادي الاهلي اللي هو بيسموها البنتريشن باس اللي اخترق خط الدفاع بتمريره واحده. وهو اصلا بدا الهجمه استلم راح خد مكان تاني ما وقفش يتفرج عليك وخد منك الكوره ولعبها الناحيه الثانيه. ساهم في الهجمه المرتده في ثواني معدوده. مفيش اختصر وقت ومساحه وزمن وكل حاجه. هنشوف بقى في كل الهجمات الخطره هنلاقي هجمات بقى معاده معانا من ال... من من ال... من هجمات الاهلي لان هو نفس القصه. بص هيسلم وهيروح لك يديك حل انا جاي تاني اهو هتسلمه هيسلم تقلع الكوره هيسلم تاني وانا رايح مديك حل تاني. مش بسلمك واتفرج عليك بالظبط. بيتحرك دايما عنده دي دايما انا موجود ودايما كل الكرات اللي قفشه هتلاقيه اتحرك فيها عملت خطوره. الهجمه اللي فاتت بتاعت حسين الشحات الكوره دي اللي في العارضه الاهداف اللي ساهم فيها. خد بالك انا بدات احس انه قفشه من اللعيبه مش بس اللي بتستمتع بان هو يجيب اجوان هو بيستمتع وهو بيعمل كمان اجوان لزمايله. ودي بتفرق لما اللعيب يبقى عنده قناعه انه اعمل دي واعمل دي ولما يحتاجني التيم اكتر اعملها وانا مبسوط مش اعملها وانا متاذي. خد بالك يعني دي حقيقه فعلا. وبتبقى مهمه وممتعه للعيب في نفس الوقت. في لعيب يعني انا اتذكر طبعا كابتن حازم امام. أيوه. الامبراطور يعني. صحيح. كان بيقول انا بستمتع بالباص اكتر من الجول. ايوه في لعيبه متعتها في دي ان هو يودي روح. صحيح. فهتلاقي على طول قفشه لو وصلنا حتى لاخر الفيديو ده هتلاقي لحد الدقيقه 92 دي الكره اللي لسه كنا بنتكلم عليها. بص على طول لمسه واحده هو قاري المساحه ودايما موجود في كل الكرات الخطر للنادي الاهلي. قفشه كان متواجد في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكرات كلها. دي الكره اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها برضو بتاعت ازاي عمل سكان للمساحه وازاي بص حواليه وازاي لعبها من لمسه واحده. بص كان ممكن يلعبها وانتو كانت هتطلع علي معلول في حته كويسه بس بعيد. صحيح. الصبر ده نتيجه انه قاس المساحه اللي حواليه وعرف ان عنده القدره او الوقت انه يعمل نفس يعمل الدوران اللي هو عمله ده. بص هنا نفس القصه استلم الراجل راح دخل جوه الملعب. بص الباص على طول مباشره. كل تمريراته فيها خطوره. كل تمريراته ايجابيه. كل تمريراته بتودي دي في الدقيقه كام. بص الدقيقه كام دي 93. بص قفشه بيعمل ايه. هيظهر هنا لياسر ابراهيم لانه عارف ان ياسر برضو مدافع وبيشاور له. بيشاور له يعني هناك ايه تاني هناك ايه تاني يعني تحس ان هو يعني ماسك دراع بلاي ستيشن شويه بيلعبه بيلعب زمايله بيلعب الفرقه بالظبط. وشوف بقى هو الهجمه انتهت ازاي كمان هناك اهو روح وهو قرب له اصلا عشان عارف ان يعني ممكن تكون الامكانيات الهجوميه لياسر مش 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 اللي هي على طول واحد بروح لك تاني لحد ما اخش جوه ال 18. فكره ايجاد الحل والتحرك بدون كوره دي حاجه مش سهله. حاجه مش سهله لان في كتب الكوره في حاجه بتتقال ايه هي مهام اللاعب اللي مش بحوزته الكوره. صحيح. ليه مهام قاتل مبتسم قفشه ده لعيب يعني انت شبهته تشبيه حلو اللي حاجه هاديه القاتل المبتسم يعني هو وبرده عشان دايما زي ما قلت لك احنا هنا بنجيب الحالات وندلل بالارقام لان ما فيهاش خداع. هو اكتر لعيب استلم الكوره في النادي الاهلي هو قفشه ب 75 لمسه. نشوف الصوره اللي بعديها كل المناطق الخضراء دي هي اللي استلم فيها قفشه ما شاء الله ده ما فيش حته ما استلمش فيها
كل المناطق دي استلم فيها قفشه وكلها مناطق مؤثره. ويكفي ان هو في الزون نرجع بس في الزون دي اللي هي اخطر زون او بيسميها زون 14 دي اخطر مكان في الملعب استلم العدد ده من الكرات ما يقرب من اكتر 23 مره في المنطقه دي الزحمه او المنطقه الخطر ده اكتر لعيب استلم. وهو كمان نشوف الصوره اللي جايه هو اكتر لعيب عمل تمريرات في الاهلي مع علي معلول ب 81 تمريره. فبالتالي هو اكتر واحد استلم واكتر واحد عمل تمريرات ب 70 تمريره سليمه. نشوف الصوره اللي بعد كده من ال 70 تمريره سليمه عندنا 66% تمريرات في الجزء الامامي سواء كانت على اليمين او على الشمال او لقدام 66%. فاللي احنا شايفينه فني مترجم بالارقام هو عمل 34% بس من تمريراته لورا، لكن في 66% من التمريرات اللي هي اكتر حاجه في الفرقه يعني على الجنبين لقدام. والله يا عمر يعني انا ما كذبتش لما قلت عليك عبقري. ربنا يخليك يا رب. ممتع ممتع يا عمر الحقيقه، انا بستمتع الحقيقه دايما معاك بالتحليل. وانا والله. ايه اكتر حاجه بتحبها في الـ في الـ في الكوره؟ الافكار. افكار الكوره. الكوره طول ما هي فيها افكار سهله صراحة. تروح تبص تلاقي نفسك هناك والتكتيك وقدرة المدرب ان في 11 رجل ناضج بيطبقوا افكاره دي بالنسبة لي اعجاز بصراحة. وايه اكتر حاجة بتبسطك وانت بتحلل مباراة او بتتابع مباراة؟ انك تقرا مثلا طريقة مدرب انك تفك شفرة مدرب. كواليس، احب الكواليس والتفاصيل قوي. بحب الشكل التكتيكي ان يبقى فيه جملة وبتتنفذ وانا بشوفها بعيني. وكمان بحب الحاجات اللي فيها خباثة. اشارة مدرب، اقعد دلوقتي، بدل مع زميلك، اطلع، يعني بحب التفاصيل الصغيرة. الحاجات اللي هي الصغيرة اللي بتفرق في نتيجة المباراة وانت جداً ممكن ما تحسش بيها كمشاهد عادي يعني. جدا، لان الكرة اخر حاجة احنا بنشوفها هي الملعب. صحيح. في تفاصيل كتير جدا جدا قبل الحكم ما يصفر. صحيح. دي بالنسبه لي هي الشغل الشاغل. المدرب قال ايه في المحاضره، لعب على ايه، بص على ايه، دي بالنسبه لي بتبقى ممتعه جدا. دينا بقى تبريئه كده. العمارة اللي ادانا فرصه النهارده اهو. الحمد لله الحمد لله. قول له بقى خد باله عشان اليورو لسه مكمل. في نهائي افريقيا وليله. عمر انا بشكرك شكرا جزيلا من كالعاده. ربنا يخليك. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. حوار في منتهى الاهميه ومنتهى السخونه. نضيف يضيف حضراتكم تيجانا الكرة المصرية، رمز من رموز نادي الزمالك. ويعني مش عايز اقول لكم قد ايه الواحد بيبقى مبسوط لما كابتن اسماعيل يوسف بيكون ضيفنا في جمهور التالتة. خليكم معانا بعد الفاصل.